بسم الله الرحمن الرحيم فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تو آپ یا اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن سکھانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ ضرور کریں